فيفي فوفتي اصحي انا جيت. فيفيا اصحي بقول لك جيت. ما تبطلي تمثيل بقى واصحي بقى. انا نايمه ومش هصحى. واحده نايمه فيها حاجات دي؟ عاوز مني ايه؟ لا خلاص ما دام نايمه بقى اخد بعضي وارجع من مطرح ما جيت. براحتك. عاوز تنزل انزل، ما انا كده كده متعوده على الوحده والطناش، متعوده على القسوه والفراغ. قسوه؟ انا قاسى عليك يا فيفي؟ ايوه قاسي ومفتري كمان. ما بيهونش عليك ترفع عليا حتى سماعه التليفون. انا ما بيهونش عليا؟ ده انا ما بستخسرش فيك كنوز الدنيا الحلا. يا بت بقى يلا قومي فوق كده وغيري هدومك عشان معايا ضيوف. ضيوف؟ هلو يا ضيوف. ومن الضيوف دول يا يويو؟ يكونش احمد ابنك معاك؟ جرايه فيفي، احمد ابني ايه اللي هيجيبه هنا؟ هنا؟ وماله هنا ان شاء الله؟ ما يشبهش ولا ما يشبهش؟ بيتك ده ولا مش بيتك؟ قولي بس 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 يا بق العسليه. بيتي يا اختي بيتي، وانتي ست البيت وتاج راس راجل البيت اللي هو انا. يلا بقى. بقول لك ايه يا يويو، انت تحيرني معاك ليه؟ هما مين دول؟ انا هقول لك. دول امانه، في واحد حبيبي قوي زي حالاتك كده سايبهم عندي امانه لحد ما ارجعهم له. أمانة؟ لأ بقى، ده أنا شامة في كلامك ريحة حاجة مكمكمة، فبلاش تلف وتدور وتعالالي سكة ودغري على طول. حبيبي ده أنا دايما باجي معاك سكة ودغري، بس كل حاجة هتفهمها في وقتها يا قمر. ماشي يلا بقى نقوم نلبس ونظبط نفسنا، بس قبل ما تخرجي لهم برا تتصلي بأمك وأختك تقولي لهم إن أنت مسافرة اسكندرية دلوقتي حالا ومش عارفة هترجعي إمتى. حاضر يا عينيا. يلا اخويا بسرعة. وفضلت في النص نقل لحد ما نزلت ونطيت في تاكسي وجيت على هنا. طب ده انت لازم على كده بقى تبلغ عن مكانهم حالا دلوقتي. المشكلة هم ان انا ما اعرفش ارجع المكان ده تاني ولا عارف هو فين. انا اصلي كمان جريت ياما وفي حتت كتيرة قوي، والمنطقة كلها مزارع وقصور مش باين لها ملامح. ده غير ان الدنيا كانت ضلمة وانا في النص نقل، اصل انا كنت متلحف بالقرنبيط والكرنب. طب هتعمل ايه طيب؟ ما انت لازم تروح الحكومه تقول لهم انا ما قعدتش حاجه. انا لو رحت الحكومه يا محمد من غير العيال ولا من غير اللي خاطفهم مش هخرج من عندهم تاني. طب رسيني يا حبيبي، قول لي ناوي تعمل ايه؟ في حاجه كده في دماغي هعملها وربنا يسهل. حاجه ايه؟ اقول لك بعدين.